نرحب بالطالب أسامة بن عبد الله بن مبارك اللمكي. أسامة من مدرسة حي الأمجاد للتعليم الأساسي بولاية الرستاق وهو في الصف الثالث. السلام عليكم يا أسامة. أسامة السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا أسامة؟ بخير. حياك يا أسامة حياك. مستعد للمدرسة اليوم؟ مستعد للمدرسة؟ نعم مستعد جدا. متى تبدأ امتحاناتكم؟ متى تبدأ الامتحانات؟ اختباراتكم متى تبدأ؟ مخلصين. خلصتوا امتحانات؟ أيوة. كيف الدرجات؟ زينة. كم جبت؟ درجات يعني زينة، بعض النهائية بعض قريبة من النهائية. يعني كم مادة جبت فيها ألف؟ كم مادة جبت فيها ألف؟ كل المواد؟ تقريبا الرياضيات والإسلامية. ممتاز. أهم شيء أنك أديت زين أسامة، يعني اختبرت زين. نعم. طيب يا أسامة إيش بتشاركنا في صباح المدارس؟ أشارك بتعلق على مباراة؟ أيوة. يلا علق على مباراة منتخبنا مع المنتخب السعودي في كأس الخليج. شفت المباراة؟ أيوة. يلا نزين علق. جبنا 2-0 ويتقدم شعر السيف ويركل الكرة ويسجل جول. يا سلام عليك، يا سلام يا سلام يا عمان، يا سلام عليك يا عمان، يا سلام على السلطنة، يا سلام على السلطنة. الله عليك الله عليك يا سعيد بن سالم الرزقي. الله عليك. وأول أهداف المباراة يسجلها سعيد بن سالم الرزقي بين عمان والسعودية. يعني هذا بمرة أسرع هدف في التاريخ أسامة. إن شاء الله نجيب الهدف بسرعة بعد في مباراتنا مع البحرين. مستعد للمباراة بكرة؟ بتتابع المباراة؟ أيوة. إيش تتوقع من بكرة أسامة؟ أتوقع أن تفوز عمان. كم؟ يمكن 5-0 أو 5-2. إن شاء الله الأولى 5-0. طيب أسامة إيش بتسمعنا بعد؟ بكلمك عن المراكز اللي حصلت عليها. يلا كلمنا على المراكز اللي حصلت عليها. حصلت على المركز الأول في التحدث الفصيح، وأيضا حصلت على الامتياز في جميع المواد الدراسية. ما شاء الله. كما ذلك حصلت على المركز الثالث أفضل طالب متميز على مستوى المدرسة، وأيضا تعتمد علي المعلمات في استقبال الضيوف، وأيضا ألقي القصائد الشعرية بطلاقة. ما شاء الله. زين قلنا قصيدة بطلاقة. يلا. من يا ترى تلك النقوش على ربوع زماننا؟ من هو يهو؟ هو صانع الفخر الأبي وسجده، هو ناشر العلم المضيء وسجده، هو قبلة تحوي جنا، هو قبلة تحوي جنا، قد ساق جمع الفاتحين بعلمه، وتبهرجت سير الزمان بفكره، وتتلمذ الحب النقي على يديه. الله عليك يا أسامة. زين أسامة إيش بتسمعنا بعد شيء ثاني؟ عندك قصيدة ثانية؟ عندي قصيدتين. يلا نسمع. بعد باقي واحدة. يلا قولها اللي باقي. تسلم يسلم يلي معاك، منها توصل أمان، وعمامنا لا زمان تحتاج من كل اهتمام، سلطاننا رجل السلام، عايش دائم في صمود، من حي الأمجاد تحية لأهل المعال الوفية، لأجل السلامة المرورية اهتم بكل البنون. هذه القصيدة موجهة لمن يا أسامة؟ موجهة لبلادي عمان وللأمن والسلامة. للشرطة. طيب يا أسامة لما تستقبل الضيوف في المدرسة إيش تقولهم؟ أسلم عليهم. إنزين. وأجلس معهم.
تاخذ علومهم واخبارهم؟ ايوه. كيف تقول؟ تقول مثلا اهلا يا شرطي انت بخير، شي علوم شي اخبار الحال؟ لايك يعني اكلمه. طيب يا أسامة، بتقدم لنا مشاركة ثانية بعد؟ وش رأيك نتكلم عن أنواع أنواع إيش؟ عن المواليد. ما فهمناك. شو رأيك؟ قولنا يلا، إيش بتقول عن إيش يعني؟ تفضل. أنا ولدت في شهر 2009. سنة 2009. أيوة. في أي شهر؟ يعني السنة 2009. زين. 2009 شهر 3/5. تاريخ 3/5. أيوة. العمر كله إن شاء الله يا أسامة. ممكن أن أشكر؟ ممكن تشكر بعد ما تخبرنا إيش تريد تكون لما تكون كبير؟ أريد أن أكون طيار. الله يوفقك يا الطيار أسامة، يلا اشكر الحين. أشكر أمي وأبي على اهتمامهم بي، وأشكر إدارة مدرسة حي الأمجاد ومعلماتها الغاليات على اهتمامهم، وأخص بالشكر الأستاذة المتميزة نقية الناصري على جهودها الواضحة والمبذولة في الرقي بطلابها الأستاذة فروح الشريقي، كما أشكر طاقم برنامج صباح المدارس على إتاحة الفرصة لي للتحدث وأسأل الله أن يحفظ عمان وقائدها جلالة السلطان قابوس المعظم. اللهم آمين يا رب. شكرا لك يا أسامة، إلى اللقاء. اللقاء. شكرا لمشاركة الطالب أسامة اللمكي من مدرسة حي الأمجاد للتعليم الأساسي بولاية الرستاق، وهو في الصف الثالث مع مواهبه في التعليق الرياضي والإلقاء الشعري والقراءة. نرجو له كل التوفيق في مستقبله القادم الذي يتمناه أن يكون في وظيفة طيار. صباح الخير والسلام من أرض المحبة والسلام. يا عمان أنت السلام.